بسم الله إلى محارق جديدة تدفع ميليشيا الحوثي الإنقلابية بمئات المغرر بهم إلى جبهات الضالع. ولا يعلم هؤلاء أن من يدخل أطراف هذه المحافظة لا يعود إلا جثة هامدة. موازين المعركة هنا اختلفت، فعلى الرغم من حجم الزحف والتحشيد لعناصر الميليشيات إلى أطراف مريس، إلا أن عشرات القتلى منهم يسقطون يوميا بنيران قوات الجيش والعمالقة، ومثله المشهد في جبهة حمك أيضا. دور محوري ومهم تلعبه العمالقة والحزام الأمني إلى جوار وحدات الجيش الوطني المرابطة في جبهة مريس وحمك بالضالع، وتلاحم قبلي وشعبي جعل الميليشيات كمن يتخبطه الشيطان من الماس. تارة تهاجم الميليشيات عبر مريس، وأخرى عبر الأزارق، وثالثة عبر حمك، وبين هذا وذاك تتلقى ضربات موجعة وهزائم متلاحقة. فوز المريسي، قناة سهيل.